السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أنا كان يعني أسف لهذا سوء الفهم اللي وقع. أولاً ما كاين حتى شي تمييز ما بين الساكنة الصحراوية ولا باقي الساكنة في المغرب، نحن نعتبر نفسنا شعباً واحد، وأنا آخر واحد اللي غادي يمكن له يتكلم بشي طريقة على الساكنة الصحراوية، وأنا النص ديال الجينات ديالي صحراوية. أولاً بغيت غير نفسر شنو قلت. أنتم تتكلموا على المعارضة البناءة، بالفعل حنا كنحاولوا نلعبوا الدور ديالنا كمعارضة بناءة، ومن ضمن هذا الدور هذا أنه نفضحوا الفساد أينما كان، وأنتم تتعرفون حنا اليوم تناقشوا المؤسسة ديال التعاون الوطني ولا شيء آخر. هذه المؤسسة واخا دار تقييم ديال مجلس الأعلى للحسابات، المسألة ديال المالية ديالها والصرف ديالها، وأنا شرت ليها بأنه كاين تفويض المدير ديال التعاون الوطني باش يصرف كيف بغى. بطبيعة الحال كاين هناك محاولة إفساد ديال الساكنة ماشي غير الصحراوية، في جهات أخرى، في جهات أخرى، لأغراض سياسية وانتخابوية. أنا قلتها وأنتم كتعرفوا هذا الشيء أحسن من أي واحد، وما كانش الغرض أنه تحس يعني ساكنة صحراوية بشي حاجة بأنها مقيوسة، وحنا كلنا ساكنة صحراوية، وحنا كلنا جايين من الصحراء وراه وافدين من الصحراء. أنا المؤسس ديال الحزب ديالنا سي بن سعيد أيتي. شكرا، شكرا سيدنا.